حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي أخبرنا ابن أبي زائدة عن الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك قال سمعت ابن مسعود قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ 20 بنت مخاض و20 بني مخاض ذكورا و20 بنت لبون و20 جذعة و20 حقة قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو أخبرنا أبو هشام الرفاعي أخبرنا ابن أبي زائدة وأبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة نحوه. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وهو قول أحمد وإسحاق. وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، وهو قول مالك والشافعي. وقال بعضهم إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، يحمل كل رجل منهم 1/4 دينار، وقد قال بعضهم إلى 1/2 دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر إلى أقرب القبائل منهم فألزموا ذلك. حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي أخبرنا حبان وهو ابن هلال حدثنا محمد بن راشد أخبرنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل. قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ بن هانئ حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل الدية 12,000. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، وفي حديث ابن عيينة كلام أكثر من هذا. قال أبو عيسى ولا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000 وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وقال الشافعي لا أعرف الدية إلا من الإبل، وهي 100 من الإبل أو قيمتها. حدثنا حميد بن مسعدة أخبرنا يزيد بن زريع أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح 5. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة 5 من الإبل. حدثنا أبو عمار حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد بن عمرو النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء 10 من الإبل لكل أصبع. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، حدثنا يونس بن أبي إسحاق، حدثنا أبو السفر قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار، فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني. قال معاوية: إنا سنرضيك. وألح الآخر على معاوية فأبرمه فلم يرضه، فقال له معاوية: شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده. فقال أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي يقول: ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري: أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فإني أذرها له. قال معاوية: لا جرم لا أخيبك. فأمر له بمال. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد، ويقال ابن محمد الثوري. حدثنا علي بن حجر، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا همام عن قتادة عن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر وأخذ ما عليها من الحلي، قال: فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك؟ أفلان؟ قالت برأسها: لا. قال: ففلان حتى سمي اليهودي. فقالت برأسها: أي نعم. قال: فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف. حدثنا أبو سلمة، يحيى بن خلف، ومحمد بن عبد الله بن بزيع، حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفع. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. قال: وفي الباب عن سعد وابن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. قال أبو عيسى: حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. حدثنا أبو كريب، حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. حدثنا الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى
عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. حدثنا علي بن حجر حدثنا إسماعيل بن عباس حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك بن جعشم قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عباس عن المثنى بن الصباح والمثنى بن الصباح يضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا. وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذف ابنه لا يحد. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم. وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. قال وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 خريفا. قال وفي الباب عن أبي بكرة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو كريب حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين، وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. حدثنا محمود بن غيلان ويحيى بن موسى قالا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني يحيى بن أبي كثير حدثني أبو سلمة حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله على رسوله مكة
قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. قال: وفي الباب عن وائل بن حجر وأنس وأبي شريح خويلد بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضضن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار ثم هي حرام إلى يوم القيامة، ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ورواه شيبان أيضا عن يحيى بن أبي كثير مثل هذا. وروي عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية. وذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، فقال القاتل: يا رسول الله، والله ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه إن كان قوله صادقا فقتلته دخلت النار. فخلى عنه الرجل، قال: وكان مكتوفا بنسعة. قال: فخرج يجر نسعته. قال: فكان يسمى ذا النسعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسعة حبل. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله، وفي سبيل الله قاتلوا من كفر، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا. وفي الحديث قصة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب. قال أبو عيسى: حديث بريدة حديث حسن صحيح، وكره أهل العلم المثلة. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: هذا حديث حسن صحيح. أبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن أدة. حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي، حدثنا ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه: أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليقول بقول شاعر، بل فيه غرة عبد أو أمة.
وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقال بعضهم: الغرة عبد أو أمة أو 500 درهم. وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد أو أمة، وجعله على عصبة المرأة. قال الحسن: وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه، وقال: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا هشيم، أنبأنا مطرف عن الشعبي، حدثنا أبو جحيفة قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مؤمن بكافر. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم: يقتل المسلم بالمعاهد، والقول الأول أصح. حدثنا عيسى بن أحمد، حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن. واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عمر بن عبد العزيز: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل: وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية اليهودي والنصراني 4000 درهم، ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح: ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم: إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه
أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك، فأنزل الله الجروح قصاص. قال: وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. قال أبو عيسى: حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا ابن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. قال: وفي الباب عن أبي هريرة. قال أبو عيسى: حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث. قال معمر: بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث: من قتل دون ماله فهو شهيد. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل، وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. قال: وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن، وقد روي عنه من غير وجه، وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله. وقال ابن المبارك: يقاتل عن ماله ولو درهمين. قال: حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد،
ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. قال: هذا حديث حسن صحيح. ويعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى: وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قالا: خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك، ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل، وكان أصغر القوم. ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كبر للكبر. فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله بن سهل، فقال لهم: أتحلفون 50 يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم؟ قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد؟ قال: فتبرئكم يهود 50 يمينا. قالوا: وكيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عقله. حدثنا الحسن بن علي الخلال، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حتمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة. وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة، وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية. آخر أبواب الديات، والحمد لله.